استقبلت الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب الوفدين الإماراتي والماليزي الذين يقومون بزيارة عمل للهيئة لتبادل ونقل الخبرات والتجارب بين الهيئات على المستويين الإقليمي والدولي. في إطار التبادل المعرفي ونقل التجارب والخبرات بين البحرين ودول العالم، استقبلت الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب وفداً من دولة الإمارات العربية المتحدة وماليزيا لنقل التجارب والخبرات وفق مذكرات التفاهم التي عقدت بين الهيئة وكل من الهيئة الوطنية للمؤهلات بدولة الإمارات العربية المتحدة وماليزيا وغيرها من الهيئات الوطنية للمؤهلات في الإقليم وعلى مستوى العالم. طبعا ضمن تفعيل مذكرة التفاهم بين الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة تعليم والتدريب مملكة البحرين والهيئة الإماراتية لضمان الجودة والمؤهلات والهيئة الماليزية للمؤهلات وضمان الجودة، تأتي اليوم زيارة الوفود للاطلاع على تجربة مملكة البحرين لضمان الجودة والإطار الوطني للمؤهلات. اللقاءات تسهم في وضع خارطة طريق ناجحة تعمل على نقل المعرفة والمعلومات من خلال نظام استراتيجي قوي يتضمن تطبيقات ضمان الجودة والأطر الوطنية للمؤهلات، بما يحقق الارتقاء بقطاعي التعليم والتدريب. طبعا في هاي الورش احنا بنشرح لهم عن الآليات ونعطيهم الطرق اللي احنا نقوم بها وتعاملنا مع المؤسسات التعليمية والتدريبية في مملكة البحرين، وكذلك بنعطيهم بعض التمارين ونسويهم مثلا نخليهم يعيشون في الجو اللي احنا نقوم به لما ندرب المؤسسات التعليمية والتدريبية. الغرض من الزيارة هي تبادل المعلومات والمعرفة فيما يخص المؤهلات المهنية والاطلاع على افضل الممارسات في مملكة البحرين فيما يخص هذه المؤهلات. واطلع الوفدان على عرض مسيرة الهيئة منذ إنشائها في العام 2008 والمهام الموكلة لها كونها إحدى مبادرات التعليم في المملكة ودورها في ضمان جودة التعليم والتدريب في مختلف القطاعات ذات العلاقة من أجل رفع مستوى المخرجات التعليمية البحرينية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، كما تباحثوا حول الممارسات الجيدة في مجال ضمان الجودة والإطار الوطني للمؤهلات.